دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالأطفال يا فلسطين الأحرار يا غزة الأبطال الصهيوني جاي لنهار ترا 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 فلسطينو يا مربى الأسود أرضك لن بد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية بإيمانكم ستشفلون عداء الصهيونية الإرهابية العنصرية الفاشلة يا شهداء غزة الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار روحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشت عاشت فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم؟ أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال؟ ورد التجاهل 60 عام تحشروا هالشعب تتآمروا هالشعب تقاتلوا هالشعب اتمثلوا في هالشعب والشعب شعب والمحتل محتل قام العالم سوا بين الدم أما عالم مختل بس التاريخ ما بيشفي التاريخ بمحي وانا شايف التاريخ طريق برك عيون شعبي يقولولنا قرار أمم احترم بنحترم يقولولهم قرار أممي أم يحزب بالزبالة تأخذوا هوش سمعها رمم قيادات جبانة عايشة بعز والشعوب دايما عايشة بإهانة هو عنده أسلحة للزوال وإحنا عنا أسلحة للبقاء عنا حجار عنقودية عنا إرادة نووية وعنا عقول مسلحة بقرار شامل قرار شامل ينادي بالحرية نصبيعهم على الفرد يا ابن العرة كلنا غزهم بالعزة الناس هاي كل الناس في إحساس مش حماس ولا عباس لما شوفت غزة أنا شوفت حالي شوفت أطفال تتيدى من أي ضلة مع الأهلي أطفالي تموت وأنا أبكي أفتش على أولادي شوفت نسوين تنطف حضانة أختي استشهدت معلي استشهد لني شوفت أخيرتي ولما شوفت المقاومة أنا كونت بدي كونت بدي بس واقعي نصحني أجه بالنسبة إلهم صحة الحرب لعبة نينتندو شايفيننا نقط مالي إذا ما أنا رقم بعداد جثث في قبع يريدوها كدفاع عن النفس هل هتغباء أم استعلاء والله مالي نفس أعبر عن رأيي بلاش يسدوا نم ديمقراطية غير محطة زعيم عربي بخطب غير الحطة اللي بيسمعني فكر إنه كان لي توقعات عشو متعشم اليوم اللي فيه زعمائنا بيبدو ياخدوا موقف ببدأ أستهزئ عميان فرص لأول مرة الشعب بالشارع مغلول واقف بيتظاهر وانتوا على الكرسي قاعدين مين المشلول شو أقول الله يساعد غزة وبكرة يساعدنا شو أقول لو أطفالي يابا ما حدش وقف جنبنا يا قائد العرب جاهزة يا بتعزل يا بتنجزها في فراغ سياسي ومطلوب في حل صاحب كاريزما كلنا عندهم دبابات واحنا عنا حجار